السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بريكس كاد بيرسم زي الأوتوكاد وفيه أوامر خاصة بالبيم. على سبيل المثال لما أجي أفتح وأقول له بريكس كاد بيقول لي عايز من بروفايل ده ترسم 2D ولا ترسم 3D ولا ترسم بيم ولا ترسم ميكانيكال بروفايل. هختار بيم بروفايل مثلا وأقول له أوكي، أو ممكن تختارهم من البروفايل اللي أنا اللي أنت عايزه. بعد كده تشوف بقى هل نيو دروينج ولا اوبن ولا ستارت فروم تمبليت. هقول نيو دروينج، هيبدأ يفتح لي البرنامج وهتلاقي ادوات خاصه بالبيم اهيت. على سبيل المثال مثلا ان انا اقدر اقول ان عايز ارسم حاجه سريعا كويك درو، وتبدأ تحدد الشكل اللي انت عايزه ويبدأ يرسمه لك بالشكل دوت. تقدر ترسم دور اضافي ودور اضافي وهكذا بسهوله. طيب ممكن تقول انا عايز ارسم حائط، تبدأ ترسم حائط زي ما انت عايز. اول ما تدوس انتر يبدأ يقول لك ارسم ارتفاع الحائط اللي انت عايزه بالشكل ده. هتلاقي اوامر كتيرة خاصة بالبيم، تقدر تضيف ويندو، تقدر تضيف روم مثلا اهي، تحدد المكان المغلق بالحوايط وهو يحط لك الروم.